في التحرير 22/24/4 صفر رمضانية على أرواح الشهداء أكتوبر. فعلي النبي صلى الله عليه وآله التوفيق لما حضر شهر رمضان سبحان الله ما لا تستقبلون وما يستقبلكم قالها ثلاثا. فمن الأعمال التي فيها ها هم الجوكرية اللي يسمونهم جوكرية أولاد السفارة أمشي ماكو بوقت والله سجيب لك واحد عباس وصلت لبل هنا عباس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. طبعا اليوم أول أيام رمضان في العراق، كل عام وأنتم بألف خير، وأعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات، وفرج عن المهمومين والمكروبين داخل العراق وحتى خارج العراق من العراقيين والعرب والمسلمين. طبعا يمر رمضان هذا العام على العراقيين في وضع صعب جدا، ربما يعني يكون ربما أصعب من السنوات التي مضت باختلاف المشاكل والأزمات التي شهدتها الأعوام الماضية، لكن هذا العام يدخل رمضان على العراق بوجود فيروس كورونا، بوجود حظر التجول، بوجود أزمة اقتصادية كبيرة جدا، وطبعا تنعكس كلها على العراقيين. ما شاهدتموه قبل قليل كان إفطارا جماعيا في بغداد في العاصمة ساحة التحرير، وهؤلاء المعتصمون في الخيم يستمرون بثورتهم ويستمرون باعتصامهم بانتظار اللحظة التي تعود بها الأمور حتى إلى جزء من طبيعتها لكي يستأنفوا ثورتهم وتعود هذه الساحات بالاكتظاظ مرة أخرى. اليوم سنتحدث عن تقارير دولية من منظمات حقوقية تتحدث عن وضع صعب يواجه النازحين والمهجرين ويواجه كذلك العراقيين في ظل الإهمال الحكومي وفي ظل الوضع الاقتصادي التعبان. لدينا من المنظمة الدولية للهجرة قالت إن أزمة تفشي وباء كورونا قد لا تؤدي فقط إلى تفاقم حالة البؤس بين السكان الضعفاء في العراق، بل سيكون لها تأثير كبير على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في جميع أنحاء البلاد إذا لم يتم وضع استراتيجيات الاستجابة الفورية وإجراءات التخفيف عن كاهل النازحين. أكدت المنظمة وجود ما يقدر بنحو 1,400,000 شخص من المشردين داخل العراق، يعيش 300,000 منهم في المخيمات ويعتمدون على المساعدات الإنسانية، فيما يقطن الآخرون داخل هياكل غير مكتملة الإنشاء أو داخل المنازل يتحملون أعباء دفع إيجاراتها. أيضا هناك الآلاف من النازحين في العراق لا يحملون وثائق تعريفية، وهم الآن غير قادرين على العمل ويحتاجون إلى الحماية والدعم. كل هذه الأمور تغيب عن نظر السلطة الحاكمة في بغداد. تتصارع الأحزاب الآن داخل العملية السياسية على اختيار الكابينة الوزارية وقبولها ورفضها والأشخاص الذين بها، ومن رشح مصطفى الكاظمي ومن اختار ومن وافقت عليه هذه الأحزاب، دون النظر إلى وضع المجتمع العراقي الذي يمر بفترة صعبة للغاية الآن، والبلد بشكل عام الذي يتجه إلى الانهيار الاقتصادي. من معنا الآن؟ السيد أبو الحسن من بغداد أول المتصلين، تفضل يا أبو الحسن.
السلام عليكم أبو جاسم، أحييك وأحيي قناتكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورمضان مبارك عليكم وعلى جميع العراقيين، ويعود على الجميع بالصحة والسلامة والأمن والأمان. آمين أجمعين. أستاذ محمد، بالنسبة للظروف المعيشية اللي يعيشها البلد والمواطن العراقي نتيجة فيروس كورونا، أولا الظروف صعبة في كل محافظات العراق وبالذات بغداد، لأنه بغداد الآن مغتربة بالسكان، ونعرف إحنا كل المواطنين الآن من محافظات أخرى جت إلى بغداد، وحوالي أكثر من 15 مليون الآن في بغداد، وأكثرهم كسبة. فالظروف المعيشية بالنسبة لشريحة كبيرة من الشعب العراقي يعيش بصعوبة، وأيضا عدم قدرته لشراء حاجات رمضان ومستلزمات رمضان، وعدم اهتمام حكومة المنطقة الخضراء في المواطنين والشعب العراقي. وبالتالي هذه النتائج الآن في بغداد، احنا نشوف المتسولين والمقادي في شوارع بغداد الآن بكثرة لعدم توفير الغذاء للمواطن من قبل السلطة الحاكمة في المنطقة الخضراء. وهذه النتائج انعكست، في مسائل مأساوية لدى المواطن العراقي ومعيشته. فهذه الحكومة تتحمل كل ما موجود على العراقي من ظلم وأيضا معيشة، وأيضا هذه النتائج نتيجة فيروس فرضة وحظر تجوال، حيث عطلت أبو الأجر اليومي من الشعب العراقي والكسبة وأصحاب المحلات الأهلية وعمال البناء. مما أدى وإن كانت هذه الإجراءات دوليا، وإن كانت هذه الإجراءات أو الخطوات دوليا، موضوع حظر التجوال أو التجول هو إجراء صحيح سليم، لكن هل وفرت هذه الأحزاب أو الحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال أو حكومة بغداد حاليا البديل لملايين من الذين يعتمدون على الأجر اليومي لكسب رزقهم؟ وهذا اللي أنا أريد أقوله، أقول يفترض أنه على حكومة المنطقة الخضراء توفر المعيشة لكل مواطن عراقي، لأن هي مسؤولة عن عيش المواطن العراقي، وبالتالي توفر لهم أقل ما ممكن. أنه الحصة التموينية بكل موادها كان قبل الاحتلال 26 مادة، الآن 4 مواد. يفترض على الحكومة أنه توفر لها كل المواد حتى ذاك الوقت المواطن العراقي قادر أن يمشي نفسه خلال شهر رمضان وخلال الحظر التجوال. أنا أشكرك يا سيد أبو الحسن من بغداد. معنا وسام من النمسا، تفضل يا وسام. مرحبا أخي، أول شيء نبارككم بحلول شهر رمضان المبارك على الأمة الإسلامية والأمة العربية. كل عام وانتم بخير يا وسام. وكل عام وانتم بخير جميعا، وقناة الكادر معلكم والعالم كله، وإنزال هذا الوباء عن العالم يا رب. طبعا هو هواي نقاشات، بس احنا لازم نخلي فرصة لإخواننا الباقين أيضا كل واحد يعطي رأيه. أول شيء مثل ما تفضل أخونا أبو الحسن من بغداد، بعد إجراءات الحكومة العراقية الموجودة في العراق اللي سوتها بالنسبة للتشفي الموجود، الخطة اللي وضعتها بالحظر، الوضع الحظر هو هذا عالمي كل العالم، مثلا في النمسا وفي أوروبا نشوف شلون الخطوات تمشي. عندهم جدول وزعوا إلى خطة شلون يفتحون المحلات والمطاعم التجارية ولغيره، بس احنا أنا عندي اقتراح صغير، يعني أتمنى يوصل صوتي. خلي يرفعون الحظر بس مو بهاي الصورة اللي شفناها قبل يومين الموجودة. طبعا احنا نشوفها عن اتصالات عن احنا بالعراق، مثلا أول تنقل السيارات يعني نوجه لعمليات بغداد أو كل العراق، يسوون قبل كان إذا تتذكرون أخ محمد تتذكر يمكن كان أكو زوجي وفردي سيارات، صح ولا لا؟ أي فالمفروض الآن يعملوها هذا الزوجي يعني حفظة للمواطن العراقي، يعني إحنا صحة ما عندنا، هي مو صحة يعني تعرف أنت كل زين، إمكانيات ما موجودة عندنا، وإحنا الشعب العراقي عندنا غيره، صحك وعالم يقول لك لا أسوي أول شيء لحركة السيارة زوجي وفردي. هاي واحدة. أفرض التزام المواطنين بالكمامات، هو الكمامة شنو فائدة منها؟
هو حاليا تعاني الاسواق العراقيه، الصيدليات والمواطنون تحدثوا انه انتهت الكمامات، اعداد قليله جدا وغاليه جدا، يعني الاسعار رفعوها بالنسبه للكمامات صارت اضعاف وغير متوفره. اخ محمد نعم، اوروبا شقد امكانياتها وشقد تعرف دول باكملها ما عدا كمامات قاعدين يسوون اليوم. ما اتوقع بيت عراقي ما بي ماكينه مال خياطه. طيب ما اتوقع ملابس هاي التيشيرتات شقدوا يسووها على شكل هاي ما شيكاد هاي الزكاه هاي الاجتهادات الفرديه للناس، لكن واجب الدوله وين؟ لكن واجب الدوله وين؟ انا وياك واجب الدوله اول شيء يحفظون المستشفيات. احنا ما ننسى الكوادر الطبيه هذا الشيء لازم الكمامات تروح لهم اول شيء، يعني هم دول اذا حموا نفسهم حموا المواطنين، صح لو لا؟ طيب مو اخ محمد، يعني هم دول. فانا ما اريد اطول، هو نقاش هواي اخ محمد. نعم. بس حبيت اعطي وجهه نظري جزء بسيط مثل ما كمل الاخ ابو حسن. نعم. من بغداد. نقول لكم كل عام وانتم بخير. وانت بألف خير يا وسام، أنا أشكرك شكرا جزيلا من النمسا، ووصلت فكرتك معنا السيد أبو فيصل من السعودية. تفضل يا أبو فيصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أستاذ محمد؟ الله يسلمك، الحمد لله. مبروك عليكم الشهر، عليكم على الشعب العراقي وعلى الثورة بالعراق وعلى هيئة علماء المسلمين، مثلت بهيئة علماء المسلمين. الله يسلمك. بالنسبة لما يجري بالعراق أستاذ محمد، هو لا دولة مع الأسف، يعني هي أصبحت ميليشيات حزب الله هي مسيطرة على ولا حكومة ولا شيء. نعم. حتى بالخضرة وعلى الحدود، خصوصا الميليشيات الإرهابية التي تنتشر على حدود الأنبار مثل الرطب، غباء الرطبة والخيب ومع الأرض، مع دولنا العربية هذه الميليشيات الإرهابية المجرمة. العراق أصبح ليس دولة، يعني العراق الإيرانيين مسيطرين على العراق ليس عسكريا وإنما اقتصاديا وبكل صفات القمع. الأمل أول شيء تحرير وتقدير واعتزال الشعب العراقي خصوصا بثورة تشرين، وإن شاء الله النصر قريب. نعم. شكرا جزيلا لك سيد أبو فيصل من السعودية. معنا السيد أبو محمد من السماوة، تفضل يا أبو محمد. السلام عليكم، شلونك أستاذ محمد؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم عليك وعلى قناتكم البطل الشريف أجمعين إن شاء الله، وعلى العراقيين الشرفاء. آمين. الله يخليك أستاذ محمد. أستاذ محمد، بالنسبة للأوضاع يعني اللي تخص كورونا وتخص الوضع المعيشي للناس صعب جدا، بحيث المحافظة عندنا هنا نفار بحاضر التجول، وزين هذا شهر رمضان الناس تريد تسوق، تريد يعني تعين نفسها، تريد تعيش نفسها شلون بهذا الشهر الكريم. فالناس محتارة صراحة بين مرض كورونا وبين الحظر التجول اللي فرضه، والدولة ما موفرة شيء بديل عن هذا. الميليشيات عندنا هنا يسوون هاي البروبيغندا الإعلامية هاي مال يسوون علاقة بها كم حاجة ينطونها للعوائل، وهذا الأشرطة الإعلامية هاي التافه الماء لها كل معنى. هذا الوضع المأساوي. يا أبو محمد، أنا أريد أسألك سؤال. الحكومة أعلنت على منحة 30 ألف دينار عراقي، هذه المنحة بحسب التصريحات الحكومية سجل بيها 18 مليون مواطن عراقي، 18 مليون شخص قدم على هاي المنحة اللي 30 ألف دينار عراقي. هي شنو قيمتها أصلا هاي 30 ألف دينار؟ لما يقدم لها 18 مليون، يعني معناها أنه هذا المجتمع بحسب الأرقام اللي تدعي الحكومة أنه تعداد العراقي فوق 30 مليون بدون إحصاءات طبعا، نقول نص الشعب قدم على منحة ال 30 ألف دينار عراقي. يعني العراق البلد صاحب المليارات والنفط والخيرات وكل هاي الأمور الثروات، ويروح نصف المجتمع يقدم 18 مليون رقم، يعني احنا أعداد مال دول بصفنا ما توصل لهذا التعداد السكاني، يروحون يقدمون على منحة 30 ألف دينار عراقي وما يستلموها طبعا، لكن الفكرة ان هم راحوا قدموا متأملين ان هم يحصلون على 30 ألف. وين وصلت هاي الأحزاب العراقيين اللي يروح يركض حتى يدور على 30 ألف دينار عراقي اللي هي عبارة عن 20 دولار؟
لكن 1000 اصلا ما تكفي اجور المعامل اللي راح يرفعها المواطن على مود يسجل بيها ويحصلها ال 30000 اذا حصلها. ومنين اكو 30000 تدني اسعار النفط هذا؟ وهسه عندنا الناس احنا متخوفوا كلش من شهر الخامس من شهر السادس انه رواتب ما راح تندفع. من هسه بلغوا الدوائر ترى راح يصير الادخار اجباري. الخيار اللي عندهم هسه الحكومه او ما يسمى بالحكومه ماكو عندنا حكومه احنا انه الادخار اجباري. طيب زين قبل اسبوع ما ادري انتم سمعتوا بهاي الاخبار او لا، هي اخبار يعني مؤكده طبعا بس ما ادري ليش تكتم عليه الاعلام، وهو انه محمد الرضا السيستاني وعبد المهدي الكربلائي واحمد الصافي يحملون جنسيات مختلفه. طبعا محمد الرضا السيستاني يحمل الجنسيه البريطانيه وعلى شو اسمه عبد المهدي الكربلائي البرتغاليه، واحمد الصافي اللي هو خطيب ومسوي نفسه شريف يحمل الجنسيه الاسرائيليه. طبعا ماخذين اموال يقال انه تقدر بملايين الدولارات محموله بجنط من الالمنيوم. طيب. محموله على طائره خاصه بهم يعني وموجودين حاليا. هذا الكلام قبل اسبوع طبعا. هذا طيب احنا حتى بس لا نبتعد عن الموضوع، احنا نربطه بكلام حضرتك بقضيه صغيره تحدثنا بها البارحة ونعيد تذكير الناس بها بس سريعا. وسائل إعلام إيرانية قامت بتقديم الشكر للسيستاني على أنه قام بالتبرع بمبلغ مليون ونصف مليون دولار أمريكي إلى مرضى القلب في إيران. ويقوم حاليا مكتب السيستاني في مدينة قم الإيرانية ببناء أكبر واحدة من أكبر المستشفيات للعلاج في إيران بسعة 350 سرير ومساحة كبيرة جدا توصل إلى 75 ألف متر مربع. طيب إحنا نقول إنه هاي الوسائل الإيرانية، وسائل الإعلام الإيرانية هي التي قدمت الشكر، وطبعا وسائل إعلام عراقية ذكرت هذا الخبر أيضا. هاي الأموال ليش ما تكون تنفق على فقراء العراق؟ ليش يروحون بالملايين يركضون على 30 ألف دينار عراقي اللي هي كل شيء ما تسوي لهم أصلا، لكن بس يريدون أي شيء يطب لجيوبهم. الدولة ضيقت عليهم كل شيء ودمرت الاقتصاد. ذول اللي دي يصرفون المليارات للغير ليش ما يصرفوها على العراقيين؟ هذا سؤالنا. اي اخي محمد، يعني هي منين نحن الدولة؟ ما عندنا دولة. هذول الموجودين بالحكومة هم ناس ايرانيين، هم يحملون جنسيات اجنبية، والسيستاني ومن فلفه هم ناس ايرانيين طبعا يخدم ابناء جيل الشيخ وما يخدم العراقيين العروبين الاصلاء طبعا يعطونهم 30000 فما يصرفون هاي الملايين الدولارات على هذا الشعب المسكين اللي مغلوب على امره. فمنتهي من عندها المساله. هم ناس اجانب، هم دخلاء للعراق. يعني العراق ما جاي يحكمون العراقيين ترى. نعم انا اشكرك يا سلام، كنت معنا من السماوي، شكرا جزيلا للمشاركه. معنا السيد سلام من بغداد، تفضل يا سلام. السلام عليكم أخي الكريم. وعليكم السلام. تحية لكم ولشعب القابل بمناسبة هذا الشهر الفضيل شهر رمضان الكريم. بالحقيقة هذا الشهر يعني يمر علينا وإحنا في أزمة كبيرة. يعني الشعب أيضا يعني هم أزمة كورونا اللي والحظر اللي تم على المدن. هذا يعني كثير أصحاب المهن الخاصة واللي مثل ما نقول اللي على باب الله وحتى الحرفيين كثير من عندهم يعني تأثروا تأثير اقتصادي كبير. جاء هذا أيضا شهر رمضان بيزيد طينة، يعني المصاعب صارت أكثر لأن رب العائلة يحتاج يوكل أطفاله على الفطور ويحتاج لهم ولو المبادئ الأساسية لهذا. لكن اللي الشعب اللي يواجه الان الحكومه ما تلبي متطلبات هذا الشعب. يعني صحيح هو هاي مشكله عالميه ووباء عالمي، لكن احنا نشاهد يعني بالتلفزيون والقنوات والاعلام الان مفتوح، يعني كافه رؤساء الحكومات والدول من اول اسبوع ما اعلنوا عن هذا الوباء يعني اعتذروا للشعب بانه هم يعني اضلوا بمصالح اقتصاديه وعوضوهم بجزء من رواتبهم، عوضوهم يعني كل دوله حسب طريقتها. احنا الان لحد الان بعد ثلاث اشهر يؤمنون الشعب بمنحه
مقدارها 30 ألف لحد الآن. بعد من 3 أشهر على الوضع لم يستلم أحد، أو بقى لم يستلم إلا أصحاب الواسطات، أصحاب يعني ما معقولة يجدوني 10 ملايين شخص المقدم يجدون يوصلونهم إياه، وما راح توصل إلى اللي قاعدين بالسقائف واللي قاعدين بالخيم والفقراء الحقيقيين. يعني سيد سلام، مقرر اللجنة المالية أحمد الصفار يقول قرار تقليل مخصصات بعض موظفي الدولة هو لم ينفذ حتى الآن، والمقصود بتخفيض أو تقليل مخصصات بعض الموظفين هو يستهدف الدرجات الخاصة، يعني أصحاب الدرجات الخاصة هم الذين سيتم تخفيض الأموال من رواتبهم، لكن هذا القرار لم ينفذ. طيب، هل تعتقد أن هاي السلطة وأصحاب الدرجات الخاصة وأصحاب الامتيازات والمناصب ممكن يتخلون عن الامتيازات والأموال اللي يحصلون عليها من الدولة واللي تقدر بملايين الدولارات ويتنازلون عنها؟ وإذا تنازلوا عنها بجيب منه حتروح؟ هل حتنفق على الفقراء؟ هل سوت الحكومة هاي البوادر وأنفقت أموال على فقراء العراق؟ هي الحكومة من أول ما صار عندها مشاكل، نعم هي الحكومة من أول ما صار عندها المشاكل الاقتصادية بعد انهيار النفط، أول ما جت على رواتب الموظفين، نعم. والآن الحديث عن أنه قطع المخصصات، يعني إذا بقى الراتب باسمي وحجز المخصصات لحين انتهاء الأزمة، بينما رواتبهم رواتب هناك كثير من الهدوء العام اللي نتكلم عنها فهي مليارات وليست ملايين، حتى السجناء السياسيين وربحة واللي يأخذون رواتبين رواتبين وثلاثة، نعم. والدرجات الخاصة مثل ما تفضلت، والرواتب اللي هي فوق المعقول، يعني أكو مدراء وأكو رتب عسكرية وأكو وزارات وأكو مستشارين، كل واحد منهم 7 ملايين وعشر ملايين اللي يأخذون، بالإضافة إلى مجلس النواب ورؤساء الوزارات وغيرها، نعم. يعني الهدر بالعام أكثر من 30 إلى 50% نقدر نعوض من رواتب الموظفين إذا بس إذا جات في حكومة صادقة، نعم. ولديها النباهة تقدر ترشد من هذا الإنفاق، من هذا الهدر بالمليارات، لكن نعم. للأسف هذا بدنا يعني نبديها من أبسط شيء اللي هي الاتصالات. الاتصالات تبقى بالمليارات وبالمن الكابل الضوئي ومن الكارتات المواطن دي، نعم. 20 دولار و10 دولار و30 دولار، وببساطة ممكن الدولة تستقطع جزء أو تخفض من هذه المليارات اللي توصل تستقطع من جيب المواطن. طيب. الكابل الضوئي اللي دي ينسرق، الموانئ اللي دي تنسرق، العدادات النفط اللي دي تنسرق، لكن كثير، لكن للأسف هذه الفوضى والمافيات الفساد الموجودة وهذه المنظومة الفساد الموجودة بالدولة، ما ممكن أنه تدير بلد في هكذا أزمة. شكرا يا وسام، شكرا جزيلا، وضحت الفكرة. معنا السيد أبو فيصل من بغداد، تفضل يا أبو فيصل. أبو فيصل نص صوت التلفزيون رجاء. أبو فيصل من بغداد موجود؟ سيد ابو فيصل، الله يسعدك استاذ محمد، شلونك شلون صحتك؟ اهلا وسهلا، بس لو تنص صوت التلفزيون رجاء حتى لا يكون اكو صدى بالصوت. رمضان كريم عليكم. علينا وعليكم اجمعين ان شاء الله. تفضل. يعني استاذ محمد، بالنسبه لكورونا والى اخره، كل هاي الامور والمعطيات، انه هاي الحكومه اللي جتي بالقطار الامريكي اللي جتي انه تقطم ظهر العراق. نعم. وتدمر ظهر العراق بمشروع إيراني، مشروع أمريكي، وكل هاي العملاء اللي موجودين مع الأمريكان والإيرانيين هم والعملاء اللي، نعم. موجودين معهم المزبال، أما إحنا نعول على أنه هم يفرضون عليك بأنه بطينة أنت عليك الحظر وعليك إلى آخره، وتبقى أنت قاعد بالبيت وما موفر لك كل الأمور. طيب. زين، أنت مين توفر؟ أكو قول يقول إذا حازت الأرزاق، إذا وجدت الأرزاق مطمئنة القلوب، نعم. النفوس. نعم. إذا أنت عندك الأرزاق ببيتك وهاي فنفسك مطمئنة من الناحية هاي، أما نعم. أنه أنت شعب العراق تشوف أنت انهدرت أمواله وبوقوها
واللي صار صار دمروا البلد وذهبوا به إلى الهاوية. نعم. فكيف أنه إحنا نريد نعول على أنه يطلع عادل عبد المهدي أو زيد من الناس يقول راح نعطيهم 30,000؟ هذا الشعب مسحوق يركض وراء 30,000، يركض وراء 30,000 لأنه يقبل الذل، ولهذا ليش هم ما يعرفون؟ يعرفون الشعب ما يستحق الحياة. هاي هم من وجهة نظرهم لو من وجهة نظرك؟ لا من وجهة نظري أنا أحكي، أنا أحكي لك من وجهة نظري. بس هاي وجهة نظر قاسية يا أبو فيصل، هذه وجهة نظر قاسية. الناس حتموت من الجوع، يعني احنا ليش نقول، ليش نتكلم بالمثاليات؟ محمد لا تخليني، لا تخليني احكي. انا تفضل 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 احكي. 20 سنة 60 سنة عمري وانا رجل سياسي وقاتل بالجيش العراقي بالقوات الخاصة، كنت في ذاك الوقت وقاتلت ايران على مدى 8 سنوات انا قاتلت. بس انا من احكي لك واقع. اولا احنا بالنسبة ان لو نستحق الحياة ما خلينا هاي الحكومة تمثلنا، هاي الحكومة السفلة اللي قاعدة بالخضراء ذبحت العراق من 2003 لهذا اليوم ما نخليها تمثلنا. ولهذا عنتر بن شداد يقول لا تسقني كأس الحياة بذلة بس اسقني كأس العز الحنظلي، ان كأس الحياة بذلة كجهنم وجهنم بالعز أطيب منزل. أنا بس أريد، بس اسمح لي يا أبو فيصل، يعني حضرتك طبعا هي وجهة نظرك وبالنهاية تحترم، لكن وجهة نظر قاسية على الشعب. الشعب اللي قدم أكثر من 1,000 شهيد وأكثر من 30,000 جريح وأكثر من 30,000 جريح، لا تكون قاسي ولا تكون مجحف. بس اسمح لي يا أبو فيصل، الكلام أخذ وعطى. اسمح لي الكلام أخذ وعطى. لا تكون قاسي لهذه الدرجة بالحكم على الشعب اللي تضور جوع على يد أصحاب السلطة والسلاح. يعني أنت لا تلوم اللي دا يطلع يركض على 30,000 دا يريد يسكل جهالة اللي كاتلهم الجوع بالبيت. ليش تعتب عليه؟ الدولة كل شيء ما موفرت له. هو ميت يقول لك أنا ميت. أكو ناس تروح. هل يعقل الشعب 40 مليون يطلع مظاهرات، إحنا ما بينا 100,000 200,000؟ ليش هذه 30 مليون وين نايمة؟ ليش ما يطلعون ويانا؟ ليش؟ أنا هذا اللي أحس به. أنا طيب. من المتظاهرين ومن اللي انجرحة ومن اللي نقل الشهداء من 25 شباط 2011. ليه اليوم إحنا نظاهر ضد هذه الطغمة الفاسدة؟ إحنا عراقيين وطنيين، بس أقول لك إحنا نطلع مجموعة وتقبل أنت الغربية واللي يسمون سنة. ليش هاي التسميات؟ اتركوا هاي هذا المصطلح، اتركوا جابته أمريكا. سؤالي الأخير لك يا سيد أبو فيصل حتى نعطي مجال للناس اللي وراك دي ينتظرون. سؤال أريدك تجاوب عليه باختصار شديد لو سمحت. هل تعتقد أنه بقت ثقة يحملها العراقيون تجاه، بغض النظر هم من يا محافظة هم من يا طائفة، ما لنا علاقة بهالكلام، احنا نحكي على العراقي، هل تتوقع أنه أكو بعد ثقة يحملها العراقي تجاه السلطة الحاكمة أو أحزاب السلطة من الاحتلال لغاية اليوم؟ أبداً. هذا كلام سليم. إذا إحنا دلمشي على الطريق الصحيح يا سيد أبو فيصل. لا أبداً، يعني ما عندي مشكلة، بس إحنا دلنحفز الناس نحفزها اطلعوا يا ساسي. هاي الجارحة أوكرانا اللي خلتنا إحنا هسه ما عندنا ببيوتنا. نعم. أنا سيد أبو فيصل أنا أكتفي وياك بهذا القدر وأشكرك شكرا جزيلا طبعا للتواصل. معنا السيد أبو زينب من النجف، تفضل يا أبو زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبو زينب، حياك الله. سيد أبو زينب تسمعني؟ يبدو أن أبو زينب غير جاهز. نذهب إلى فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ثم من بعده نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام.
هذه الصور قبل قليل كانت من محافظة ميسان. الصور التي شاهدتموها لعربة توزع بعض المعونات الغذائية قبيل شهر رمضان، بغض النظر من هي الجهة التي تقف وراءها حقيقة غير كان غير واضح في المصادر لهذا المقطع، لكن هذا المقطع ثبت أنه من ميسان. بطريقة همجية يتم إلقاء المواد الغذائية على العراقيين الذين هجموا بأعداد كبيرة كما تابعتم للحصول على بعض من هذه المواد الغذائية. الشخص الذي يقوم بالتوزيع، أصلا هو لا يوجد هناك توزيع عادل بهذا الموضوع، هو مجرد عملية إلقاء عشوائية للمواد الغذائية. بغض النظر من الذي قام بتوزيع هذه المواد الغذائية، من الطرف إن كان حكومي أو خاص، ومن هي الجهة التي تقف وراء هذا الدعم، حقيقة جهة يعني فاقدة للأهلية أن تقوم بعملية دعم لأنها توزع المواد الغذائية بطريقة غير آدمية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن العراقيين ببلد من أغنى بلدان المنطقة العربية والشرق الأوسط وكذلك العالم يقفون بهذه الطريقة ويتحشدون كأنهم في مجاعة من مجاعات الصومال أو دول أفريقيا، مع احترامنا طبعا لهذه الدول وتقديرنا لأوضاعهم، يتجمعون بهذه الصورة ويهجمون على البضائع والمواد الغذائية من أجل الحصول على بعضها لتأمين جزء بسيط مما تحتاجه العائلة أو البيت الذي يعيشون فيه قبيل شهر رمضان وفي وجود فيروس كورونا وحظر التجول. أي إلى أين أوصلت حكومات وأحزاب السلطة التي تتحدث بالدين وتدعي التدين وتتحدث عن الديمقراطية ولا دولة مثلكم وأنتم من الشعوب التي تحظى بالديمقراطية والتميز، ونرى العراقيين بهذه الطريقة وبهذه الصورة المؤلمة للغاية أنهم يهجمون هكذا بهكذا طريقة من أجل الحصول على بعض المساعدات والدعم في وقتهم يقفون على مليارات من الدولارات. من معنا الآن؟ السيد أبو حسن من بغداد، تفضل يا أبو حسن. السلام عليكم أخوي محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا أقول اللهم انصر الإسلام والمسلمين بحق الله وقرآنه ونبيه، هاي أول شيء. نعم. طبعا العراق حضارة عظيمة، هم جايين تدمير حضارة العراق والعراقيين بصورة عامة، يعني تجي للعراق خيراتها لا تعد ولا تحصى، بس هم جايين دولة يذلون العراقيين، يعني ما خلوا شيء بالعراق. السيد أبو حسن، أبو حسن من بغداد موجود؟ سيد أبو حسن من بغداد؟ فقدنا الاتصال مع السيد أبو حسن من بغداد. كما تلاحظون مشاهدينا الكرام، أنا أتمنى من الزميل المخرج أن يقوم بعرض المقطع معي في الشاشة لكي يعني تشاهدون حضراتكم هذا المقطع وكيف حقيقة هي صورة من الصور التي تؤلم حقيقة كل العراقيين. إلى أين وصل الحال بالعراقيين إلى هذا المستوى من الفقر ومن الحاجة أن يهجموا بهذه الطريقة للحصول على بعض المواد الغذائية؟ انظروا كيف يتم إلقاء المواد الغذائية مشاهدينا بشكل عشوائي جدا، بشكل غير منظم، وبالتالي يكون توزيع غير عادل لهذه الحصة الغذائية التي لا نعلم حقيقة من الجهة التي تقف وراءها، وبغض النظر من هي هم غير مسؤولون لأنهم قاموا بإرسال مواد غذائية بهذه الطريقة ربما من أجل الحصول على بعض الأضواء الإعلامية بهذه الطريقة وبطرق غير آدمية. تابعنا كثير من المنظمات الإغاثية في العراق في المخيمات كيف تقوم بعملية منظمة جدا بتوزيع عادل على لمواد غذائية أو مساعدات على مجموعة من العوائل. تابعنا منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية، القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين، وموجود كيف هي الطرق المنظمة والأخلاقية والتعامل الإنساني مع المحتاجين. أعداد نعم محددة وليست بكبيرة أحيانا، لكنها توزع بشكل عادل قدر المستطاع. نعم الأعداد من النازحين ضخمة، لكن يكون هناك توزيع بدور وبشكل آدمي لكي لا يشعر الإنسان أنه يهان في بلده بهذه الطريقة. ونرى هناك طبعا عناصر حكومية حقيقة ترتدي زي حكومي معهم يقفون في هذه التجمعات. يعني أمر مؤسف للغاية أن نشاهد في العراق هذه الصور
التي إن دلت على شيء فهي تدل على مدى المأساة التي وصل لها العراقيون في بلد حقيقة فيه ثروات لا تعد ولا تحصى. من معنا الآن؟ السيد أبو حسن من بغداد مرة أخرى عاود الاتصال بنا. أهلا يا أبو حسن، تفضل. السلام عليكم أخوي محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم انصر الإسلام والمسلمين كافة بكافة العالم. نعم. طبعا هذول جو يدمرون حضارة في العراق من قبل 2003. يعني هذا شو اسمه هذا المرجعية لما يبني مستشفى بإيران، هذا عراقي مو عراقي، هذا خادم لإسرائيل، أمريكا، إيران. طيب أنا أريد أسألك يعني يا أبو حسن، شفت المقطع، شفت المقطع اللي عرضناه على الشاشة حاليا اللي يظهر؟ ذلة ومهانة، ذلة ومهانة. نعم. يعني هذا ذكرني المقطع هذا بالاحتلال البريطاني لما كانوا يذبون من القطار يذبون أكل للناس. نعم. هاي شفناها قبل يعني. نعم. فهم جايين هم إذلال العراق، العراق أشرف من أن يهان أو يذل. نعم. لأن هم دول أذلاء كانوا بالخارج يعني يقدون أو ينامون بالشوارع عبالهم العراقيين مثلهم. نعم. بس العراقيين أشرف منهم ومن الناس اللي جابتهم، وهي هاي إرادة أمريكا. أمريكا ما تقدر على العراق، سوت نعم. عليه حصار وأذته وجابت دولة الشرادم تدمير العراق. نعم. يعني العراقي، العراقي ترى كله كرامة كله شرف، بس حثالة إيران واللملوم مالت الجو هنا هم خدموا الإيرانيين، وإلا عمر العراقي يعني حرام عليه ينزل كفر. البشر العراقي هذا قامة عظيمة يعني التاريخ يشهد له من ثورة 20 إلى هاللحظة هاي. نعم. بدون ما حاربنا إيران 8 سنين والله يا أخي محمد ذليناهم ذلة يعني حتى ما يحترم يعني حتى المونسان ما يتحمله. نعم. ذليناهم، بس هم جاءوا لما احتلوا الأمريكان العراق استقوا علينا لأن ماكو عندنا قيادة. طيب. وصار الاحتلال وصار الرسال. أنا أشكرك يا سيد أبو حسن من بغداد، أشكرك للمشاركة، شكرا جزيلا. مع السيد علي من هولندا، تفضل يا علي. علي، علي موجود؟ فقدنا الاتصال مع السيد علي. طيب السيد أبو مصطفى من السويد، تفضل. السلام عليكم أخي محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لك وتحية لقناة الرافدين. أهلا وسهلا أخي محمد. هاي 17 سنة. نعم. من جوي من احتلال العراق وحد يومنا هذا. نعم. هذول جوي لإذلال العراق. شوف هذول كلهم يكرهون العراق، هذول نعم. كانوا برا كلهم نعم. تاريخهم غير مشرف، من المالكي، من العبادي، من هذا عادل عبد المهدي. طبعا بالمناسبة عادل عبد المهدي أكثر واحد حاقد على العراق. هذا جماعة أصدقاء عندنا التقوا به، حاقد على العراق بشكل مو طبيعي. نعم. والحد أن هو يحكم، هو صحيح. اليوم هو من دمر العراق. شوف أخي. نعم. الميليشيات كلها اليوم راضين عليه، هو كلهم راضي الميليشيات. هذول جوي اليوم دي يذلون العراق. يعني نعم. أنت العراق أنت تعرف بالثمانينات حرب إحنا ويا إيران، حرب طاحنة. نعم. زين، ونطي مساعدات لأفريقيا، دول مثل الصومال، أرتيري، هاي. نعم. كان رئيس صدام حسين الله يرحمه كان كلهم يطيهم، كلهم يطيهم. أنتوا اليوم جايين تذلون الشعب العراقي، بقتوا فلوس، قتلتوا، هجرتوا، نهيتوا بلد كامل. هذا البلد عمره 7000 سنة، عمره 7000 سنة. يجي كم واحد من هذول الداحين حش السامع برا يدمرون البلد؟ وين صايره يا أخي محمد؟ يعني إحنا شو نقول؟ نقول هالأيام إن شاء الله الثوار يعودون، لأنه هذول إذا ما طلعوا يعني احسبوا حسابكم، أولادكم الأجيال راح ينتهون. فاليوم اليوم أحسن من باكر، اليوم على المتظاهرين أن يلتحقون ساحات العز. اطلعوا إخوان، اطلعوا اليوم أحسن من باكر. فهذولا ترى جاسمين على صدورنا، فماكو غير إلا يطلعوهم بالقوة. شكرا يا أبو مصطفى، وضحت الفكرة. طيب نود أن نشاهد مع حضراتكم مشاهدينا الكرام مقطع لذوي المعتقلين والمغيبين في جرف الصخر شمال محافظة بابل، وهم يطالبون السلطات الحكومية بالتدخل لإطلاق سراح أبنائهم المحتجزين في السجون السرية التابعة للميليشيات، ويؤكدون عدم حصولهم على معونات ومساعدات حكومية منذ عدة سنوات بعد أن تم تهجيرهم بالقوة من منازلهم. فنشاهد.
سنوات والله ما طابني كل شيء، احنا ثلاث عوائل والله كل شيء ما طابني، قاعده بهيكل خرفوقه وزلمه خذوها هسه ما عارف انا شو ولدي وزلمتي والله العظيم. هذا شاهد علي الله عند الجنابين يطالب بحقنا لا منها حصلنا، وقاعدين انا منه وحده لو تجي وتشوف المقعد مالي كان ما التفتت وراك ومسطره تنك ومترست تراب وحاطته سياج وعلى الخيمه حاطه تشادر، وين حقوقنا يا خي؟ هم دواعش فلشونا وهم دواعش دمرونا وزلمنا كلها خذوها ما نعرف مصيرها وين ما وين، وانا ما عندي اي واحد، عندي اربع بنات برقبتي وقاعده جوا الخيمه وساكته، ما عندك عندي اكبر واحد من والدي عمره 8 سنين طالب مال مدرسه، حد بنت بصف الثاني ابتدائي قعدتها فيه من المدرسه ما عنده مصرف ادفع لها. معنا الآن السيد علي من هولندا. علي تفضل، أهلا وسهلا. تحياتي لك أخي العزيز وللعاملين ولكل الذين يستمعون في كل مكان، وإن شاء الله رمضان كريم للجميع أجمعين. سيد الفاضل، لما يعني هاي شوية خلنا نعطي فد نظرة عالمة يعني واضحة للمجتمع على إحنا ماذا نحن، نحن العراقيين نحن معروفين أستاذ على مستوى العالم ومستوى الدنيا. لكن بعض الخربطات التي تقوم بها بعض الجهات الموجودة بالسلطة وهذه والقيام بأعمال هذه غير بعيدة عن النطق وغير بعيدة عن الأخلاق، يعني هذا لا تنعكس عليهم وليس على المجتمع العراقي، لأن المثقف الصحيح والمثقف الواعي والمثقف الشريف بكل أنحاء العالم يعرف هو العراقي شنو هو. لكن الوضع السياسي يرزح تحت سلطة الاحتلال شاء أم أبا. كثير ممن يعيونهم غشاء وديمقراطية وتعددية وحرية، هاي الطروحات الباهتة والكلمات والإعلانات المنمنمة لا تسبق العراقي الوطني الغيور. يعني لما نحن نداعي وانت تفتح على انه هناك مظلومين، هل هناك من محيط لنا؟ هاي هي المشكلة هنا. مجموعة من السفسطة الإعلامية انكشفت الآن على حقيقتها بعد إزاحتها دماء الأبرياء الذين خرجوا ليطلبوا حقوقهم ويطلبون التعيين ويطلبون المستقبل. فلماذا هذا السكوت من قبل جميع الأطراف، إن كانت أطراف سياسية وإن كانت أطراف تشريعية وإن كانت أطراف دينية؟ يعني هذا الشيء يعني انكر سيد علي بثلاثين ثانية باختصار شديد، لأنه عندنا رسائل لازم نقراها، تفضل. يقف كثير من المتشدقين والدجال يستنكرون ويدينون دون رادع وضمير، وكأن الذي يقتلون بهذه البشاعة هم مجموعة من حيوان حشاهم. لكن هناك من يقيم وهناك من يتكلم، لذلك الله سبحانه وتعالى قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، يعني معناه أنا أخذ حقك؟ مستحيل، من رابع المستحيلات. هذا ما موجود عدا على أرض يعني الشعوب الأخرى اللي بعيدة عن الإسلام بعيدة عن. شكرا جزيلا يا سيد علي، أنا أشكرك وأكتفي معك بهذا القدر، شكرا جزيلا وأعتذر منك، الوقت شارف على الانتهاء. فيما تبقى من وقت نقرأ رسائل سريعا جدا. في رسالة من زهراء من العمارة تقول: السلام عليكم، رمضان كريم عليكم وعلينا وعليكم أجمعين، إن شاء الله ينعاد بالصحة والسلامة عليكم، إن شاء الله ستنتصر ثورة الشبان ونحتفل بيوم نصرهم، شكرا لكم. أبو حاتم من الموصل، أنا حقرأ الرسائل الطويلة باختصار شديد. بعد التحية، العراق الاحتلال مسيطر على العراق وعلى إدارته بواسطة هذه العملية السياسية الفاسدة، إن لم يأخذ الشعب دوره اتجاه الاحتلال وعوانه تبقى هذه الدولة والدوامة تدور حول الشعب العراقي. في رسالة: السلام عليكم، مساء الخير، رمضان كريم، أنا يوم كيان من بغداد، مقبلين على شهر رمضان وإحنا أهالي معتقلين ونطالب بالعفو عن السجناء. في رسالة: رمضان كريم وكل عام والشعب العراقي وكادر قناة الرافدين بألف خير، بنت الناصرية شكرا لك. أبو عادل يقول بعد التحية من الرمادي، أبو عادل بعد التحية والتهنئة، نطالب من حضراتكم بإيصال صوتنا إلى رئيس الوزراء بمعرفة مصير أبنائنا المغيبين في سيطرة الرزازة. في رسالة لدينا بعد التحية أيضا والسلام، نهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك ونشكر الحكومة على المساعدات اللي وزعتها إلى المواطنين. طيب يا ريت لو تقول لنا شنو هي المساعدات حتى نعرف، لأنه إذا أكو مساعدات وموجودة يا ريت ترسل لنا، لأنه هسه هذا المنظر اللي شفناه قبل قليل ما يدل إنه أكو مساعدات. ما أعرف هاي المعلومة مين جاية،
إذا أكو مساعدات يا ريت وموثقها حضرتك وأكو إثبات لهذا الكلام يا ريت تدزلنا إياها. رسالة زهراء تقول رمضان كريم برسائل عمودية حقيقة وطويلة، شكرا جزيلا لزهراء. أبو محمد العراقي من بغداد، رمضان كريم وكل عام أنتم بخير. النقاش يدور حول سوء إدارة الحكومة، وسؤالي لماذا لا يتم النقاش والبحث عن أمر واحد لا سوء فيه، لأنه سيعجز الجميع ولن يصل إلى نتيجة. سيعجز الجميع. أوكي طيب. بعد التحية من أحد المشاركين، تحية وسلام. نعم تحية وسلام للجميع ودعوات. نوار من هولندا يقول بعد التحية: لا توجد حكومة في العراق، وإنما يوجد في العراق عصابة تقود العراق. كل من يحكم العراق حاليا هو تبعي إيراني. سجاد من البصرة بعد التحية يقول: أنا والدي معوق بحرب إيران، شظيتين براسه، وهسه هو كالمجنون بسبب هذا الشهر تم قطع راتبه، راجع في بغداد والعميد قال له: كل راتب مالك، أنت محارب الدولة الإسلامية الإيرانية. رسالة طويلة جدا باختصار شديد: أستاذ محمد، تلقى الميليشيات ومعارف الحكومة هم أول الناس المقدمين على منحة 30,000، وحتى لو 10,000 هم أول المقدمين عليها، ويحرمون الشعب بأتفه الأسباب. في رسالة: أشكركم أنتم القناة وأنتم الملحدين اللي توصلون صوتنا صوت المظلوم، وبارك الله بجهودكم. هي سيدة تقول، أم عيوش تقول: سلامي إلى زوجي علي فاضل في التاجي الأول، وظفت اسمه بالعفو الخاص إن شاء الله، وظفت اسمك. هي توصل رسالة: سلامي إلى زوجي علي فاضل في التاجي الأول، وظفت اسمك بالعفو الخاص إن شاء الله، لا تخاف، ربي يفرج عنكم أجمعين، وعيوش صايمة ودعت لك بالفرج. في رسالة: السلام عليكم أستاذ محمد بعد التحية، السلطة الحاكمة ليس لها ذرة أخلاق، لذلك يقومون بمعاملة الشعب العراقي هكذا، يقصد على الفيديو محمد بن الأنبار. في رسالة من السيد مصطفى السيد من مصر يقول بعد التحية والسلام والتبريك بمناسبة الشهر الفضيل: بالنسبة لما يسمى الحكومة بانتمائهم إلى المتطرف الخميني وحقدهم على الشعب العراقي والشعوب العربية، لا تنتظر منهم خير. لدينا رسالة: السلام عليكم أخي محمد، هاي الحكومة اجت نتيجة أعمالنا، لأن احنا ابتعدنا عن الله، فلازم نرجع إلى الله ونصلح أعمالنا مع الله حتى الله يكون معنا، وندعو ويستجيب إن شاء الله بالدعاء. أم زينب من بغداد تشكر وتقول: يعني خصم الحكي أصفق الإيراني اللي قدرت تخرب العراق وتسوي تراب من وراء حثالة الدولة. السلام عليكم أبو حاتم، تحية طيبة لك أستاذ محمد. هذا أبو حاتم من الموصل أيضا مرة أخرى. لا يا أبو حاتم، قرأنا الرسالة، شكرا جزيلا. في رسالة من أحمد من المغرب، آخر الرسائل: رمضان كريم عليكم، لماذا لا يزال المسؤولين في العراق يتركون المجال لإيران في التدخل في الشؤون الخاصة، مع العلم أن التاريخ يشهد أن الفرس لم يحبوا العرب؟ هذا السؤال نتمنى أن أحد من أحزاب السلطة بالعراق تجاوبنا عليه. شكرا جزيلا يا أحمد من المغرب، والشكر موصول لجميع المشاركين الكرام. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، إلى اللقاء.